هاي دي مشي، بس نحنا منقلها حلبلوب بمنطقتي لأنه بس تقطفها بيطلع لك حليب بقلبها. هيدا بيقولوله خسايسي لأنه طعمته مثل الخاس. هيدي دردر أو دردرية نحنا منقلها. هيدا مخ بعبو، بيقولوله مخ بعبو عنا لأنه بس تلمه بدبوا ورقه بصير راسه بقلب عبو. هيدا العكوب، هو نوع من الشوك أساسا، هو جد للأرض شوكي، بالضيع بيأكلوا منه كتير خاصة الختيارية اللي عم بيسموه مسامير الركب بالضيع. بس تقول عكوب الختيار بيقول لك مسامير الركب، بيعتقدوا انه بيفيد كتير المفاصل وهي الاخبار. نحن اليوم عم نلمون، بدنا نطبخ منهم وبدنا نكبس. هي عادة بيطبخوا هيدا الكعب، هو الكعب بيتاكل، الكعب الشوكي، ونحن منكبس هيدا العنق بخالي. أنا خلقت هون وربيت هون مع بي الله يرحمه وإخواتي، تعلمت كل شيء تقريبا، تعلمت الزراعة، تعلمت المونة، تعلمت المشاحير. كان عنا معزة وغنم وبقر، كنت روح مع بي نصرح وعلمني كل هيدي التسليقات. نحن مسرحين بالمعزة لأنه بس بدك تسرح بتفل الساعة 6 بترجع الساعة 7 عشية، بتفل 6 الصبح. فبين إنه ناطرين المعزة عم تاكل كنا نصلي أنا وبي ونجيب معنا قصص نطبخها أمي تاني نهار تناخدها معنا زوادة أو نتعشيها. مفهوم التسليق هو تقليد كتير كبير، وتقليد بنظري أنا خلى جدودنا يورتونا حب للطبيعة، وكان حاجة لقلهم. يعني أنت هلأ نحن إذا مننتبه على السليقة هي 3-4 أشهر هلأ بين الربيع والصيف، طالعين من موسم شتوية ما بقى عندهم مونة بعد ما بلشوا يزرعوا زراعة الصيف، فكانت أمن غذائي لقلهم السليقة. بلشنا مشروع تعاون بين درب الجبل والفاو بضيع بلبنان، وأعطي مثل وركشوبس وترينينج عن الأعشاب البرية ومفهوم الأعشاب البرية بالضيع والأعشاب الطبية، كيف بلمها، كيف بسلقها بطريقة مستدامة تظل أقدر كل سنة استفيد منها، كيف معقولة أطبخها وعلى الطريقة اللبنانية القديمة، وشو إفادتها التاريخ تبعها، إفادتها كانت لجدودنا ونحن هلأ كيف عم نستفيد منه. ده لونه حلو؟ يعني إذا حميتها وحفظت عليها وما كنت عم بتعيش بسرعة المجتمع اللي عم بيعيشه هيك مثل هلأ العصر السريع، طبيعة كتير غنية كتير بتعطيك قصص. ضروري نكون عم نفكر استهلاكنا لها يكون محترم ومستدام، أهم شيء يكون استهلاكنا للطبيعة مستدام. يعني أنا إذا شخص بحبه بعمل المستحيل لأحميه ولما يكون متضايق ولما يكون موجوع وراحته إلى آخره، سو هاي الاستدامة برأيي هي ذاتها كونسبت، هو ذاته بيتطبق على الطبيعة.